طيب، مسألة الحلول والاتحاد هي أصلا عقيدة نصرانية بيعتقدوا أن الخالق سبحانه وتعالى يحل في المخلوق فيصير هذا المخلوق متحدا مع الخالق تبارك وتعالى، وهذه العقيدة كفرية. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فمن الكفر بالله أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يحل في مخلوق وتتحد روح الخالق مع روح المخلوق، وهذه عقيدة من عقائد المتصوفة، إنه الإنسان بيحصل مرحلة ومرتبة من العبادة تتحد فيه هذه الروح من هذا المخلوق مع الخالق تبارك وتعالى وتنزه وتقدس. وهذه هي المسألة التي أراد أن يصل إليها المتحدث الأول بتاع الصوفية. ذاك طبعا مسكين ما فاهم حاجة، فهمتها؟ يمشي إن شاء الله يكون نام، البرد شاله. المهم، فديل دي أخواننا دي عقيدة كفرية، ودي بعد ده بتخلي ليك الصوفية بيقولوا الكلام السيء بتاعهم ده: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وأعبده ويعبدني، وأحمده ويحمدني، سبحاني سبحاني ما أجلني وأعظم شاني، كما قال أبو يزيد البسطامي، كما نقل ذلك ابن عربي النكرة في كتابه فصوص الحكم، وكما نقله عنه أيضا محمد عثمان عبد البرهاني، وقال الكلام ده ما كفر بالله كونك تعتقد إنه الخالق يحل في المخلوق. وهذه العقيدة مع أنها عقيدة كفرية إلحادية، إلا أن هذه العقيدة قد طغت عليها عقيدة أشد كفرا منها، وهي عقيدة وحدة الوجود. بيشتركن العقيدتين ديل بيشتركن في إنه بيعتقدوا إنه المخلوق ده هو الله، لكن أصحاب العقيدة الأولى الاتحاد بيعتقدوا إنه ربنا بيحل في مخلوقات معينة، وأما عقيدة وحدة الوجود فهم بيعتقدوا إنه ربنا سبحانه وتعالى بيحل في جميع المخلوقات. وهذه عقيدة ابن عربي، ورد على ناس أبو يزيد البسطامي والحلاج وغيرهم في هذه المسألة، إنه كل ما في الكون هو الله، ها؟ وإنه يقول لك ما في الجبة إلا الله، وزي ما قالوا هم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. وده الكلام بتاع الصوفية اللي بتلقاه في القصائد اللي بيسموها شطحية، بيقول لك: أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي، أنا كنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدته. يعني أنت لو ركزت في القصيدة دي، الشيخ بيقول لك: موسى عليه السلام هذه المعجزة إنما أخذها من عصايا أنا، ده بتاع القادرية. وقال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا، وأعطيت داودا حلاوة نغمتي، أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. فدي عقيدة كفرية إلحادية. وعشان كده التصوف هو عبارة عن شنو يا أخوانا؟ هو عبارة عن مزيج من العقائد الهندوكية والبوذية والوثنية التي أدخلها الفلاسفة والمتكلمون على الإسلام. والفلاسفة ديل أوسخ ناس وأبلد ناس يمشون أو مشوا على هذه البسيطة، ضللوا بني آدم وورطوا كثيرا من خلق الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الفلسفات، فهمت؟ عشان كده يا أخواننا أنت أحذر، شوف الوهم القائم الأيامات دي، وهم يقول لك لابد من العقل، فهمت؟ وإنه لابد تفكر وتستقل، وانت تكفر بالله سبحانه وتعالى عشان تبقى مشهور بين الناس انك انسان عاقل، زي ما عملوا حركة حق، جو اشتغلوا ما اعرف قبل اسبوعين ولا شنو، جو انكروا مسلمات من الدين وطعنوا في القرآن وطعنوا في الانبياء، حركة حق جو اشتغلوا بجاي، ودي المرافد الشيوعين. الشيوعي لما يبقى وسخ وكافر اكتر من الكفر بتاعه بيودوا حركة حق. لما شفت عصارة اهل الشيوعية بيدعون في حركة حق، ملاحدة ناس مجرمين، فهمت؟ ناس كفار بالله سبحانه وتعالى. أي شيوعي بالله ده كافر طوال،
أي شيوعي بيعتقد العقيدة الماركسية واللينينية والعقيدة بتاعت ستالين والعواليق الصعاليق ديل، ده كافر بالله ولا شك في كفره، لأنه دي عقيدة، دي عقيدة بيقول لك، بيقول لك الشيوعيين، بيقول لك استطعنا، ده في البيان الشيوعي مؤلف كارل ماركس وفريدريك إنجلز، قال في البيان الشيوعي ده قال ولكن الشيوعية، والليلة برضو لو فتحت النت برضو بتلقى البيان الشيوعي ده، أسي لو فتحته ممكن تتابع كم وستين صفحة، قال الشيوعية، قال فإن الشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الأديان والأخلاق عوضا عن تجديدهما. وقال لينين الملحد الكافر الملعون في كتابه مهمات اتحادات الشباب، عرفته؟ وأي زول زعلان من الكلام ده وجرحنا مشاعرك وعملنا لك لخبطة في الأحاسيس، تعال خش ما عندك مشكلة، فهمت؟ أو أشوش لك بطانية تخارج، لأن الموضوع ده سخون جدا، فهمت؟ فده لينين قال في مهمات اتحادات الشباب الصفحة تقريبا 24 رسالة صغيرة جدا، قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ عشان كده أنا قلت لك نص عليك، وبراو قال كده، لينين براو قال كده، فهمت؟ ولينين هو من المراجع في الفكر الشيوعي. يجيني واحد سوداني موضوعه كله انه حب له واحده وادو شاكوش وكده، دار يجي يعمل لي فوق الود مناضل، فهمت؟ وكل مؤهلاته شعر ما نزلت فيه مطره، دي كل المؤهلات بتاعته، فهمت؟ دار تجي تنكر لي فكر، واحد يجي يتكلم. والله انا افتكر انه اللينين هو والماركسيه هي ولا تقتضي وانبسغت ثم تمحورت، بالله انت ما تسوي لك منهج براك، وكنت انت عندك فاخوره قدر دي، ها ما تسوي لك منهج براك، ده فكره كده زول، ده منهجه كده. قال باي معنى ننكر الاخلاق وننكر السلوك؟ قال بالمعنى الذي كانت تبشر به البرجوازيه، برجوازيه ديل قالوا الناس المقرشين، دائما تلقى الشيوعيين وحركه حق والعلمانيين عندهم مشكله مع الناس المقرشين، وربنا سبحانه وتعالى جعل من ايات الله حتى تستمر الحياه، عشان تستمر الحياه انا بكون شغال طماطم وذاك ربنا اداه قروش وذاك ربنا سبحانه وتعالى بقاه معلم وده طبقه وسطى وده برجوازيه وسيطه زي ما بيقولوا الشيوعيون وده البرجوازيه وانا بروتاريا وكده، عشان شنو؟ ربنا قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وربنا سبحانه وتعالى قال ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، أي لينتفع بعضكم من بعض. أنا لما أبقى عيان بتاع الطماطم ده بمشي للدكتور بيعالجني، الدكتور ده لو دار يأكل بيأكل السماعة حقته ولا بيأكل بقياس الضغط، بيجي بيشتري مني أنا الخدار، وهكذا تستمر الحياة، وداك سواك بينقلك وداك بيقى زول طيار وده بيقى معلم، وهكذا تستمر الحياة من ناحية بتاعت انبساق ساكت، فهمت؟ لكن الشيوعيين قال 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 بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية والتي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. ده كلامه يا ناس. أنا لما داير أرجع لمنهج برجع لأساطين والذين ألفوا ونجروا هذا الفكر، ما بجيك أنت يا ود الحلال عشان تجي تجيب لي نموذج ظريف جدا للشيوعية عشان الزول ذاته يتشكك، زي الحديث اللي جابه الود قبل شوية قال من رأيتموه، قال ما معقول يا أخواننا، أنا ما أعرف الإحساس وميتر الذات في الأيامات دي شنو، ما ممكن يا أخواننا البرع يكون كافر، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ده حديث ضعيف ضعف العلماء زمان ما ضعفناه نحن، فهمت؟ فما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كده، يشوف حاجة تانية، شوف شبهة تانية، فهمت؟ فالإنسان يا أخواننا يعلم إنه المناهج دي السبب الورط الناس ذيل لإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، والورط الصوفية إنهم يقولوا بالكلام ده عدم اتباعهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها العصمة وفيها النجاة لنا في الدنيا والآخرة. ونحن قوم كما قال عمر بن الخطاب
أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ربنا سبحانه وتعالى بيذلنا، مهما أخذنا من المناهج من المتصوفة من الأخوان المسلمين من أنصار السنة من غيره من المناهج، وتركنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه، كلما صرنا في ذل وفي رجوع وفي تدهور. ولذلك الواجب على الناس إنهم يرجعوا يخلوا الأفكار دي كلها، فهمت؟ فكرة بتاعت حلول الاتحاد، فكرة بتاعت يعتقد إنه الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فكرة بتاعت إنه ينده له فكيو ينده له شيخ، ده كله يا أخواننا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من تفرقة الدين، من تفرقة الدين، فهمت؟ وهذا من تضيع العقل. عقلك ده ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيه عشان تصل بيه الجنة، عشان كده ربنا قال في سورة الملك لما دخلوا النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير. فرصة مفتوحة للمداخلات.